جولتنا المنوعة بلشت والبداية من مصر، تجربة رياضية لأول مرة بالبلاد استمتع من خلالها هواة التزلج ضمن رالي بواحد من شوارع بورسعيد وخالي من السيارة تماماً. وحننتقل على فلسطين. رجل يدعى يعقوب نتشه، صانع زجاج، وهو الوحيد المتبقي بالخليل، وورث هالمهنة أبداً عن جد ويمارسها من 54 عام. وحنروح على الكويت. أحلام كرة السلة شعار لمعرض أقيم بهدف الحفاظ على تراث المنسوجات التقليدية بالبلاد بفكرة مبتكرة، فتم دمج التصاميم المعروضة من فن النسيج المحلي مع عناصر لعبة كرة السلة. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن إنشاء أول محمية أمواج بفرنسا من أجل الحفاظ على هالتراث من كل تدخل بشري ولحفظ المناظر الطبيعية للأجيال القادمة.